بنحاول فيهم وأقول لكم ازاي مع الاطفال النقطه الثانيه إيه ان انا اقوي الذاكره طبعا تقويه الذاكره لكم وعد مني مش استحاله اكون في الحلقه دي لان لها لها اسمها حلقه <applause> مستقله <مشابك تصفيق> آه مشابك العصب ومشابك الدماغ لكن ممكن اعمل فيها النهارده اخد لكم حاجه العد التنازلي لعبه كنا بنعملها زمان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 ويبتدي ويبتدي ان هو يبقى شايف لان في ناس بصريه وعادة بتاع تشتت الحركة ما بيبقاش سامعي <applause> ولا بيبقى حسي بيبقى حاجة قدامه عشان تلفت <applause> تلفت انتباهه وما يبقاش الفترة طويلة يعني بالنسبة لموضوع ان يبقى عنده فترة طويلة قعدة في قلب بتاعه احنا عادة بنقول 20 دقيقة في الإنسان العادي مذاكرة وتحصيل و10 دقايق بريك بدون أي فواصل دماغية ما بينهم يعني بتبقى بس مية شرب عصير إن أنا أتنفس وأشم هواء وأكسجين وأرجع تاني <applause> احنا ما بنقولش كده مع تشتت الطفل تشتت انتباه وعاده زي ما قلت لك بيكتشف الامر ده بعد سنه 12 سنه من 7 ل 12 سهل اكتشافه لكن عاده بيتم اكتشافه وتشخيصه بعد 12 سنه اعمل ايه 10 دقائق وما زودش عن ال 10 دقائق تمارين كتيره جدا وعظيمه و و جدا وحاجات و تبقى خاصه بالمدرسه ذات نفسها بروح اكلم المدرسين مدرس مدرس دكتوره لانه بيبقى عايز عندنا دقيقتين تقريبا معلش الشرح اسمحي لي عليك لان م. الموضوع مهم بخصوص صحيح. الوضع الغير مرضي يعني يكون تشتت الانتباه يكون عرض لسلوكيات اخرى مثلا زي الاطفال المدمنين الشاشات التيك توك بي. واليوتيوب و يعني هؤلاء لديهم اعراض مثل الاشخاص مثل الاطفال لديهم مرض تشتت الانتباه يعني المرضي مم. فهل طريقه العلاج تتم مثل المرض صحيح وهل نقطع عليهم تماما لا ما انا ل... هقولك القطع لازم بديل ما عشان بس ينازحها في التربيه وام ما ايه ما لا كلمه ولا عريضه اعملوا اقصى ما في خلفه ممكن ما ياكلوش ما يشربوش ما يتنفسوش لكن الراوتر شغال والجهاز في ايديهم فكلمة لا احنا لا احنا عايزين ان احنا يبقى في حوار واحنا بنقول من بعد سن سبع سنين يعني هو مميز ومن بعد سن 12 سنة هو فاهم انت بتقولي ايه عشان كده بنرجع تاني مثلث انك هتصبري وتشرحي المعلومة مرة واثنين وثلاثة والاتفاق اللي بينك وبينه مرة واثنين وثلاثة وتصبري عليه تمام كده وتبقى عندك حسم في تنفيذه ان اجل ان حالا بكرة دلوقتي هيتنفس هيتنفس ولكن بالحب لان هو بيبقى فاقد وهو مش عارف هو مش فاهم هو مش عارف انت عايزه ايه ومش محدد بيبقى غصب عنه وانت بتبقوا فاكرينه اصلا هو بيعمل كده بيعاند ده ايه ده عيل شقي ده متمرد هو مش كده هو عنده شتت انتباهه ومش مركز الشاشات بتساعد بنسبه ألف مليون في المية عشان كده بنقول قللوا من ساعة تبقى نص ساعة ولو أقل من كده ممكن نستغنى عنه ولكن في فترات يعني مش عايزين برضه يبقى إيه يعني اللي جاي من كوكب آخر مش فاهم حاجة لا م. يبقى فاهم وعارف والكلام ده ويشتغل على برمجة إيه المشكلة؟ لما تبقى الشاشات بالنسبة له برمجة ولكن هو ماشي خطوة أو خرزمية معينة خطوة بخطوة فيها نتائج معينة ومحددة مش السرعة بتاعة ال... السكرول بتاع ليه التيك توك خيط في الدنيا وليه التيك توك وهو يعتبر يعتبر دلوقتي الأبس اللي لا يمكن الاستغناء عنه في أي شيء شا... لا ليه سهل وبسيط ودقيقة ويلا يلا آه ويلا يلا يلا يلا, يلا, يلا 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 ويجرك الفيديو اللي بعده اللي بعده اللي بعده يجرك عليه هو دكتورك م... انا تطور في التكنولوجيا كل مره أسوأ يعني مثلا التلفاز خير من الهاتف نعم آه صح. القنوات الفضائيه خير من انك تشاهدي من اليوتيوب صحيح يعني ما في ركازه وفي صبر وفي ايوه كده لكن الأب... الابسات السريعه زي مثلا هو بيحاولوا يعملوا دلوقتي على ال... على الانستا ريلات سريعه على الفيس ريلات سريعه على الشورتس ال... على اليوتيوب لكن ال... التيك توك ممتع في ايه؟ مختلف مش قناه واحده وانت مشغلك على نفس ال... كل اشياء تخدر على الواقع مختلفه حصيله صفر صح. الحصيله صح. صفر عدد ساعات اللي انت بتشوف فيها صفر الا إيه اذا كنت بتتابع موضوع معين وبتبحث عنه لكن خلينا أقول ان احنا على الاقل على الاقل إيه إيه. ان احنا نساعد ببعض التمارين دي تنفع للاثنين ايوه تنفع للاثنين اقلل عدد الساعات بالحسم والحب رقم اثنين يبقى عندي صبر وبعد كده ان انا يبقى عندي نوع من انواع الهدوء التام وانا بعمل، هي المشكله بقى بتاعت الامهات ان ما يبقاش عندك هدوء. يعني مثلا لعبه زي مثلا لعبه إيه اوجد الفرق. ممتازه جدا 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 في بيعملوها الاطفال ثلاث سنين واربعه وخمسه الرسم السيمي الاول زي الالوان اللي في الصوره المشابهه. فترسم زي الالوان اللي في الصوره المشابهه وبعدين يجيبوا لهم الصورتين في الصفحه اللي بعديها الفرق ما بين في فرق كم فرق عشرة اول فرق اه السله دي ما فيهاش تفاحه اه ده الودن ديت ما فيهاش شريطه اه ده ده بيساعده ذات نفسه على التركيز هو المستهدف ايه في موضوع تشتت الانتباه ان انا احاول اوري له الصوره بدل ما تبقى لقطه كده بدل ما كده مش, مش 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 مركز ان انا يبقى فاهم ويقعد على ماده مثلا مش شرط على ماده هو يحصل المعلومه في وقت مثلا ماشي قياسي وكل حاجه لكن في نفس الوقت يكون هو مركز ايه اللي بقى لما يتقال معلومه او يبقى في اجتماع عمل يبقى هو عارف ايه النقاط المطلوبه بس ويكتب ويعمل بدور شعوب ما بيقدرش من ما كنا بنحفظ مثلا قرآن ل... ل... لاطفال عندهم تشتت انتباه استحاله يقعدوا استحاله والمشوفه كذا واشقيه ومع... لكن لما بنقعد ناخد دايره ونعمل مش عارفه ايه وكل واحد يلا نقص الصوره اخر الصوره بدايه ف فهو هو بينتبه احنا عايزين كده ان احنا نعم. نستغل الحاجه ذات نفسية فالحركه عايز, بياكل هو مش ما فيش الطياره والوشك واللي طاير واللي طالع والسمكه واللي لكن تتفنن في في الامور دي انا وعدكم ان شاء الله لان طبعا مش هينفع <applause> يعني احنا يعتبر احنا ايه يعني عملنا زي اطار للموضوع لكن الموضوع طبعا فيه تمرين ورش عمل والكلام ده نسال الله سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله بارك الله فيك